جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. مشاكل كبارنا اليوم، آلام، مشاكل المفاصل تكلمنا عنها، مشاكل الخدران، مشاكل المعدة، هذول كبروا بالسن، أبوي وأبوك وأمي وأمك، مش مثل الشباب، لكن الشباب مشاكلهم كثيرة هذه الأيام. لكن مشاكلنا كوليسترول وضغط مرتفع قلق الناس، خصوصا كبار السن. يما ما خدتش دواي، يا بابا ما خدتش دواي. دهون ثلاثية، قرحة المعدة، هذا كله تكلمت عنه، موجود في قناتي جنة الأعشاب على اليوتيوب. لكن مرض العصر، السكر، ارتفاع السكر بقلق الناس، بقلقهم، ما بكونوا داخليا، حتى لو كانوا يضحكوا معاكم داخليا بكون تعبان. كيف نقي نفسنا من مرض السكري؟ وحتى إذا كان وراثة بدنا نحكي لا حول ولا قوة إلا بالله. برتبط بالوراثة والعمر، لكن خلينا نحاول إنه ما ننصاب بهذا المرض اللي بيأثر على حياتنا وعلى أسرتنا. نحاول نبعد قدر الإمكان عن تناول السكر. يعني مريض السكر إلا يأخذ سكر، كيف مع الحلويات من نفسه، حتى لو منع عن السكر الأبيض. هذه حياة، بده يأكل، بده يشرب، بيجي بنفسه حلويات، بقول لك يلا مش مشكلة، ما أنا باخد دواي وأنا متابع وأنا بعرف السكر عندي لما يرتفع. فبالتالي نحاول انه نحكي لمريض السكر بعينك الله على شوية تمارين رياضية. زمان كان هذا المرض يصيب الناس والكوليسترول، وكانوا يأكلوا لية الخروف الدهنة، ما كانوا مثلنا اليوم نروح على اللحام او الجزار نقول له بالله عليك بدناش دهون وبدناش، ابدا، كانت الناس مثل ما هي اللحم تأكله تطبخ. لكن كانوا يحرقوا السكر والكوليسترول والدهون وقلبهم ما شاء الله عليها المضخة، ما شاء الله، وكانوا يمدوا بأعمارهم، كانوا يحرقوا في المشي، كانوا يمشوا. وأيضا نحاول نحافظ على أكلنا، نحافظ على أكلنا وصحتنا، ونتناول خبز القمح، خبز الشعير، الغذاء اللي فيه نسبة عالية من الألياف. نحاول يا أخوان، حاول قدر المستطاع، مش تحكي يلا هذا مرض وصابني وخلص، لا، بإمكانك تتغلب عليه والله، وتسير حياتك وتمشي أمورك ولا تتأذى ولا بشيء، ولا كبار السن حتى الضعف عندهم هم يعرفوا كلمة الضعف. بيشتكي أنا طول الليل ما بنام لساعة إلا شوي رايح على الحمام، ما برجع أنام إلا أنا بدي أروح على الحمام، بصورة متكررة التبول لعندهم، هذه مشكلة. كبير السن، أمي ولا أمك تنام شوي إلا هي قايمة على التواليت ولا الحمام بدها تروح تبول بعيد عنكم، صحيح لو أنت مكانهم. ودائما عندهم شعور بجفاف بالحلق وعطش، بكونوا مرضى السكري. وأيضا الشعور بالجوع، وأحيانا بكون جوع مش مثلي ومثلكم، من جوع عادي بكون جوع شديد، حتى لو أكل بجوع بحس إنه بده يأكل، سبحان الله. وأيضا بحس بإجهاد شديد وتعب وارتخاء دائما ووهن، ودائما لا سمح الله إذا بنجرح صعب إنه يعني بطء
في التئام الجروح. وأيضا أكثرهم الأكثر، إحنا بنحكي الأكثر، لكن في مشكلة ثانية اللي هي السمنة شو بتحطم جسم مريض السكري، يعني لازم إنه دائما يكون جسمنا رشيق. فحتى مرضى السكري دائما بنشوفهم أو عندهم المشاكل هاي عندهم ضعف، حتى لو ارتفع أكلهم حكينا بياكلوا أكثر من مرة بتلاقيه ضعيف. تحكي معقول هذا كل هالأكل اللي بياكله وهالقد ضعيف؟ نعم الأكثرية. ناهيكم عن الخدران اللي بكون بإيديه ورجليه، آلام وخدران. وأحيانا بنعرف إنه الرؤية حتى بتختلف عندهم، ما في وضوح للرؤية، بحس إنه في ضبابية. فبدنا دائما نحافظ على صحتنا أول شيء عشان ما نتعرض لهذه المسائل، لا تبول ولا تعب ولا إرهاق ولا شعور بالجوع ولا شعور بالإجهاد الشديد. وإذا انجرحنا يلتئم جرحنا، فبالتالي بدنا نكون حريصين على أبهاتنا يا أخوان وهذول الناس، لكن والله من الأعشاب اللي كانوا يستفيدوا منها أجدادنا، اللي هي بدي أحكي 6-7 أعشاب وأمري لله عز وجل وبتساعد الناس، اللي هي القرفة، اللي هي الدارسين، لأنه هذا مرض السكري صار من الأمراض المعاصرة ولازم تتعلم كيف تتغلب عليه وتمنع حدوثه ولا سمح الله تدخل بنوبات سكر بالطرق الطبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الأغذية اللي أنتم بتعرفوها تنظم حياتك تنظم أكلك، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى بتتجنب المسائل الضارة. لكن أنا خليني أحكي على القرفة. القرفة إلها فوائد جدا عظيمة لمرضى السكري، بتخفض مستوى السكر في الدم ومفيدة للأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكر من النوع الثاني، مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. يا ما شفت ناس السكر معهم ما شاء الله منتظم، هو مريض سكر لكن بيحافظ على تناول القرفة اللي هي الدارسين مرتين باليوم، فبالتالي بيستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كبار السن اللي بياخذوا أدوية مميعة يتجنبوها، ما في داعي، هذا مميع وانت بتاخذ مميعات ما بتزبط، بدك تستشير طبيبك. الشيء الثاني، حتى الفلاحين بنصابوا بالسكري يا اخوان، فلاح في الحقول والبساتين جمهورية مصر العربية بنعرف مساحتها وشو فيها فلاحين، السودان، الدول العربية، لكن معتادين يتناولوا الحلبة. الحلبة لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب، يا سلام بتحسن الطاقة لمريض السكري ومفيدة جدا لتخفيض السكر بالدم، بتقلل من مستوياته بإذن الله سبحانه وتعالى. محتواها من الألياف وفوائدها جدا عظيمة. الزنجبيل فوائده جدا عظيمة، أنا بدي أعطي أكثر من عشبة حتى الناس تستفيد، ما بدي أعطيكوا خلطة هلأ، بدي أعطيكوا أكم من عشبة لو التزمتوا أو نبتة التزمتوا فيها راح تحس انه انا فعلا انا استفدت. وياما ما بدي اعطي على خلطة من 6-7 اعشاب، بامكاني اعطيكم هلا الحلبة مع الترمسمر واقول لك روح، اللي هو الكناوي. لكن نعزز مناعة جسمنا ونخلص من الالتهابات بالكركم ايضا، وبخفض السكر سبحان الله بالكركم، حتى لقرحة المعدة، حتى للفيروسات، حتى للمناعة. مريض السكري يلتزم بملعقة صغيرة من الكركم يوميا، ربع ملعقة يا سيدي، وآخر النهار يتناول ملعقة من القرفة. يروح شوف بعد شهر انت كيف بتصير وكيف جسمك، كيف العلل اللي بتحسها انها كلها بتروح بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الكركم فوائده جدا عظيمة، هو من التوابل المفيدة للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم، ومن خصائصه المضاد للالتهاب والأكسدة وتصلب الشرايين وأمراض القلب وخسارة الوزن. بتساعد مريض السكر بإذن الله سبحانه وتعالى على الحد من ارتفاعه والمضاعفات اللي بتصير من وراء مريض السكري. إيش رأيكم؟ مريض سكر وعندي جاي تحكي لي مريض سكري وانت بتروح على الثلاجة بتاكل لي حلويات ونزل لي بالتمر
والله انهم طيبات مش قادر اوقف نفسي. ما انت بتعرف مريض السكر حاب بحب يضل ياكل، ونفسي بكاسة شاي ثقيلة عليها معلقتين سكر. يا ويل قلبي، هذا نفسه طبعا، لانه اي واحد بصير يتشهون او يشتهي. ما بالك بصحن سلطة كل يوم يا مريض السكري، تحط معاه البندورة والخيار والبقدونس، واهم شيء ضرس سن من الثوم تبرشه برش انت في ايدك، وتمسك ربع راس بصل او نصف راس بصل تبرشه عليهم برش، وتحركهم تخلطهم وتضيف عليهم فنجان من زيت الزيتون. الله وكيلكم، البصل والثوم حرق للسكري في الجسم وحرق للالتهابات ومقويات للمناعة، والبصل مكنسة السموم من البدن. والله هذه الوجبة لحالها لمريض السكري بتساوي كل شيء، خيار وبندورة ثوم بصل مبروش زيت زيتون بقدونس قشر الليمون. يا سلام، ثوم وبصل، البصل عمر اللي كانوا ياكلوا البصل ما كان عندهم أورام ولا كان عندهم سرطان شبه يومي. احنا اليوم ريحتك بصل فك عني. طيب يا اخوي خليك نايم، خليك وخلي هالأمراض تحش فيك وتحصد فيك مثل ما نحصد الزرع. خليك طول الليل تروح على الحمام والتهابات. احنا بنعرف البصل هذه الكرة الذهبية، شو فوائدها للميكروبات وللفطريات، وبتعدل السكري، بتكنس الشرايين من الدهون والكوليسترول بدل ما تتفاقم معاك العلل والأمراض. والثوم هذا الترياق، هذا علاج أجدادنا، علاج الالتهابات والفطريات، ومسيل للدم، بيخلي شرايينك ما شاء الله الدورة الدموية ماشية في الشرايين والشعيرات وين مكان بالجسم. ثوم وبصل والله، زيت زيتون ليمون، بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى والله الكثير. ما بدي أعطيكم الصبار لتنزيل السكري والقرع المر، كلكم بتسمعوا عنه الآن، موجود كبسولات بالصيدليات. القرع المر فوائده جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى اللي بيستطيع أنه يجيبه، فبالتالي بنستفيد والله من هالخيرات، خيرات الله سبحانه وتعالى اللي موجودة بين إيدينا. لكن الشعير مهم ومفيد. إيش وراك؟ تحكي لي أنا مريض سكري وحالتك بالويل وضعفان وخربان، بعيد عنكم كلياتنا معرضين والله، ما بالك بالشيء اللي فيه شفاء؟ شفاء من الله سبحانه وتعالى. كل يوم الصبح يا رجال ولا يا أختي لما تصحي من النوم، ربع ملعقة الحب السوداء، حبة البركة اللي فيها شفاء، تمضغيها امضغيها وبلعيها واشربي وراها القليل من الماء، راح تحسي إنه أنا استفدت ولا ما استفدت. ناهيكم عن اللي بيتناول الترمس المر، بطحنوه بخلطوه مع الحلبة، بياخذوا ملعقة منه وبسفوه بعدل السكر لهم. والله هذا القليل، ما بدي أعطيكم الوصفات، لكن أنا بحب دائما يعني يكون في شوفان لهذول الناس، صحن من الشوفان تاكله مثل الأطفال بالملعقة مع حليب خالي الدسم، تحافظ على صحتك تحافظ على جسمك، فالله سبحانه وتعالى بيبعد هذا الداء عنك، هذا المرض، هذه العلة اللي نازلة، هذا موديل اليوم السكري والضغط. ما بتلاقيه 25 سنة شو قصتك، بجيك بده للضعف. مالك؟ بقول لك شاب ما شاء الله مثل الغزال. طب شو السبب؟ بقول لك والله ما بعرف، بتلاقيه معه سكري. طب هذا لما يكون عمره 40 سنة كيف؟ و50 و60 كيف؟ وين السكري بده يكون ماكل في جسمه؟ صحيح ولا لا؟ فبالتالي بدنا نحافظ عليهم. إذا الحب السوداء ضروري جدا، الردة موجودة عند العطارين، فوائدها جدا عظيمة لمرضى السكري. أنا أعطيكم الشيء اللي يبعد هذا شبح هذا المرض عنكم. لكن واحد لا سمح الله وصل السكري معاه 400 و500، بدنا نلحقه على مستشفى، شو نعمل؟ بنجيب كوب ماء ساخن يشربه عبين ما يوصل المستشفى. أبدا، وصفة الماء الساخن للي عندهم، لكن هاي ما بتغنيك عن زيارة الطبيب ولا تروح للطوارئ لا سمح الله، تدخل بغيبوبة أو ما أشبه. كوب ماء ساخن بسخونة كوب الشاي، شربوا منه وشوفوا إن شاء الله أنه بتساعد أهالينا، بتساعد هالناس البسطاء، الناس الفقيرة اللي ما بتقدر تروح على دكتور كل شوية ولا معاها كشفية وعايشة على باب الله وفيض الكريم. مالك ما تأخذ الصبح حبة سودة، حبة البركة، في
فيها شفاء. احنا ما بدنا نحكي لكم بالاحاديث النبوية الشريفة، حبة البركة ما قبل الرسول كانوا يتعالجوا فيها. ناهيكم عن تناول الرشاد الأخضر يوميا، والله مع السلطة، والله بتحد من مرضك، هذا مش مرض، هذا بلا الله سبحانه وتعالى بلانا فيه في هذه السنوات من 30-40 سنة وجاي. ولا قبل الناس كانت تمشي وتطلع وتحرق، أبدا اللي جرب يروح يمشي هلا كيلو 2 كيلو رياضة بطيئة وشوف السكري معه كيف الأمور تصير معه، هو والكوليسترول بفتح الشرايين، دقات قلبه ما شاء الله، دورة دموية بتمشي من أظفر الرجل لغاية شعرة الرأس. شعرة الرأس ما هي عضو، تحكي لي شو دخل شعرة الرأس؟ هاي شعرة الرأس بتتغذى، هاي عضو من أعضاء جسمك، بتتعب وبتمرض كل شيء وبتشيب وبتهرم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي الجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا. خبز أسمر، خبز شعير، حاول تجنب السكر الحلو، حاول ابعد عن الشوكولاتة والحلويات، اعمل حمية. المعدة هي سبب كل المشاكل أبدا، إذا صلحت صلح سائر البدن. وكل شيء يا أخوان بيزيد عن حده بينقلب ضده، فدائما تابع طبيبك واعرف قديش بوصل السكري معك. حاول تشرب مية، حاول انك تبعد عن الجفاف اللي بيكون بالفم، حاول انك تتعشى وتتمشى لو 40 خطوة، اتعشى وتمشى لو 40 خطوة، حتى والله لو ما عندي الا سريري لا امشي فوق السرير 40 خطوة. لا تاكل وتنام تصيبك جلطة، يصيبك اي شيء. اتعشى وتمشى، مش من حسن خليفة هاي، هاي عن اجدادكم. لو 40 خطوة عدوهم 40 خطوة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبعد الشر عنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يخفف عن الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعطيني أجر كل شيء أنا قلته واستفادوا الناس منه. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. خبير الأعشاب حسن خليفة.